السلام عليكم حبايبي. النهاردة مع الرسم بالخطوط هنرسم الرسمة دي. هي انتوا شايفينها انها صعبة، لكن ابدا ابدا سهلة خالص. هي عبارة عن خطوط زي ما اتعلمنا مع بعض، وده عبارة عن رسم بالخطوط اسهل كمان من القلب اللي رسمناه قبل كده، لانه كله بالمسطرة وبالايد، مش منفوش اي انحناءات ابدا. وهنشوف مع بعض الرسمة. المهم بنرسم الرسمة في الاول، وبعد كده نبتدي الخطوط زي ما اتعلمنا مع بعض. احنا بنقسم التقسيمة دي اي تقسيمة، ونبتدي بالخطوط زي ما قلنا. بعد كده هتطلع الشكل بتاعنا. المهم التظليلة النهائية اللي هتطلع لك المجسم مظبوط. خلصنا رسمة، نبتدي بقى في الرسم بالخطوط. نبتدي من الصفر ونطلع مسافة صغيرة، من الصفر ونطلع مسافة صغيرة، ونلف كامل الشكل من جميع الجهات. بعد كده اول ما يخلص بنزهره علشان ما نتلخبطش بعد كده في الرسومات اللي جنبه. بنزهر كل جزء على حدة علشان بعد كده نتخيل الجزء اللي طالع في النهاية. والتظليل دايما بيبقى في الفرع من تحت كده، بيبقى أغمق منطقة بتبقى من الفرع من تحت. وزي ما قلنا دلوقتي احنا بنستخدم القلم الرصاص عشان بعد كده هنستخدم الالوان، لان الالوان بتبقى خلاص عرفنا مسكة القلم وعرفنا التخطيط والتظليل، فهنبتدي بقى بالرسم بالالوان. ونحاول برضو نكمل الاجزاء اللي مش طويلة بالايد كده، علشان برضو نعود ايدينا ان احنا نخطط من غير مسطرة. يعني واحدة واحدة هنبتدي نستخدم الرسم من غير مسطرة خالص، نستخدم ايدينا بس علشان نعود ايدينا، علشان بالطريقة دي كمان اعصابنا هتشد اكتر، وهنقدر نتحكم كمان في الخط. هنكمل الرسمة من أولها لآخرها بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. وعلشان كده هسيبكم مع الرسومات، هتشوفوا الجزء اللي احنا هنتقله. زي ما قلنا هنتقل الجزء اللي في الفرع من تحت، ونبتدي على تظليلة خفيفة خالص، بعد كده هيطلع لنا الشكل النهائي. فهسيبكم مع الرسمة، وياريت في التعليقات لو حد يعرف الموسيقى بتتحط ازاي على طول الفيديو كامل يقول لي، واشكركم جدا. ونكمل مع بعض الفيديو.